صباح الخير. صباح النور. كيفك يا محمود؟ انتظروا قليلا. مسألة سارة، ما عندها انترنت. نعم يا نور، قال سارة ما عندها انترنت. سارة ما عندها انترنت. هو السؤال بس في صوت طالع من الكمبيوتر عندي انا. انا ما سامع شيء يا نص. لا مش طالع اوكي شيء. طيب، هلا المفروض يقل الصوت بعد شوي. اوكي، وين البقايا؟ صباح الخير. صباح النور، كيف الحال؟ الحمد لله. طبعا بعد أن أنهينا قصيدة قيس بن الملوح، سوف نتعرف على شاعر جديد من شعراء العصر الأموي اسمه جميل بن معمر، ولكن ننتظر قليلا بقية التلاميذ. في عندي سميرة عم تحضر بعدها؟ نعم يا مسموم. وراما كمان بعد ما فاتت معنا، راما عندها مشكلة بالنت. اوكي، راما صارت معنا.
سوف نبدأ بطبعا تعرف على جميل بن معمر، وطبعا سوف نعرف لماذا لقب بجميل بثينة. لماذا برأيكم لقب بجميل بثينة؟ نعم، لماذا لقب بجميل بثينة؟ يحب واحدة اسمها لبثينة. نسبة إلى حبيبته بثينة التي اقترن اسمه باسمها، مثل كيف عندك أنت مجنون ليلى، اقترن قيس باسم ليلى فصار اسمه مجنون ليلى. أيضا نفس الفكرة، جميل بن معمر اقترن اسمه بفتاة واحدة التي هي بثينة. من هو جميل بن معمر؟ تابعه، سوف نقرأ. نعم يا محمود، اقرأ. جميل بن عبد الله بن معمر شاعر من الدرجة الأولى في الحب، اشتهر بحبه لبثينة فأصبح يعرف بجميل بثينة. ولد في منطقة قريبة من المدينة في الحجاز وادي القرى، وهو من قبيلة قضاعة التي نزلت أرض الحجاز، نعم، وكانوا يسمون ببني عذرة، الذين ينسب إليهم الحب العذري المعروف بالنقاء والطهارة. وقد نشأ جميل بن معمر في هذه البيئة الحجازية، وكان من أسرة ذات مقام رفيع، واتصف بحسن مظهره وجمال ثيابه وطول قامته، بالإضافة إلى عرض منكبيه. طيب، فإذا جميل بن معمر أو جميل بن عبد الله بن معمر شاعر من الدرجة الأولى في الحب، اشتهر بحبه لبثينة فأصبح يعرف بجميل بثينة. ولد في منطقة قريبة من المدينة في الحجاز، يعني المدينة المنورة، وهو من قبيلة خضاعة، يعني اسم القبيلة التي هو ولد فيها خضاعة التي نزلت أرض الحجاز، وكانوا يسمون ببني عذرة. كان يطلق على هذه القبيلة لقب عذرة، الذين ينسب إليهم الحب العذري المعروف بالنقاء والطهارة، يعني هم أول من ظهر عندهم الغزل العذري، الغزل العذري الذي عرفناه عند قيس. فجميل هو أول من ظهر عنده طبعا هذه القبيلة، سميت قبيلة عذرة أو بني عذرة نسبة إلى الغزل العذري الذين امتازوا به في هذه القبيلة، يعني أفراد هذه القبيلة. وقد نشأ جميل بن معمر في هذه البيئة الحجازية، وكان من أسرة ذات مقام رفيع، لحظة شوي بس أنا رفقاتكم صاروا معنا، ذات مقام رفيع، واتصف بحسن مظهره وجمال ثيابه وطول قامته، بالإضافة إلى، يعني هو كان طويل القامة حسن المظهر ودائما مهتم بأناقته وثيابه. هذه من صفات جميل بن معمر. إذا ديانا، سميرة، محمد، هلأ أنت صرت معنا. نحن نتحدث الآن عن شاعر اسمه جميل بن معمر الذي لقب بجميل بثينة. طبعا اطلق عليه هذا اللقب نسبة إلى الفتاة التي كان يحبها وهي بثينة، وهو طبعا من قبيلة قضاعة، اشتهرت هذه أو كانوا يسمون هذه القبيلة ببني عذرة. بني عذرة يعني نسبة إلى الغزل العذري الذي هو معروف بالنقاء والطهارة، الذي هو نقيض للغزل الإباحي الذي تعرفنا عليه مع عمر بن أبي ربيعة. فإذا قيس بن الملوح أيضا اشتهر بفن الغزل العذري، وأيضا جميل بثينة أو جميل بن معمر. سوف نتابع. نعم يا نور، أكمل القراءة. قصة حب جميل بن معمر لبثينة. هذه القصة، كيف تعرف جميل على بثينة؟ طبعا لماذا نعرف هذه التفاصيل؟ لأنني قلت سابقا الشعر أو القصيدة هي صورة عن حياة الشاعر،
صورة عن البيئة التي عاشها، صورة عن معاناته، عن فرحه، عن حزنه. فإذا مثل مرآة، القصيدة هي مرآة لحياة الشاعر. أكملي يا نور. يذكر الكثيرون أن الحب لا يأتي إلا بعد خصام، وهذا ما حدث مع جميل وبثينة، فقد اختصما فيما بينهما في أول لقاء لهما في واد يقال له بغيض، حيث قصدت بثينة الماء وجدت ناقة صغيرة فضربتها، وهذا ما جعل الخلاف والنزاع ينشأ بينهما. فهذه الناقة الصغيرة كانت مملوكة لجميل، وهنا بدأت قصة جميل وبثينة، وأحب يكفي كل منهما يكفي الآخر. يكفي يا نور، شكرا. إذا يذكر الكثيرون أن الحب لا يأتي إلا بعد خصام، يعني هيدي مثل أو عادة أو مثل صفة في بعض الأحيان، وهذا ما حدث مع جميل وبثينة، فقد اختصما فيما بينهما في أول لقاء لهما. يعني المرة الأولى التي التقى فيها جميل ببثينة حصل خلاف بينهما بواد، هذا الوادي اسمه بغيض، طبعا اسم الوادي غريب شوي. حيث قصدت بثينة الماء، يعني هي بثينة ذهبت إلى مكان فيه مياه، وجدت ناقة صغيرة فضربتها. بثينة ضربت هذه الناقة، وهذا ما جعل الخلاف والنزاع ينشأ بينهما. فهذه الناقة الصغيرة كانت مملوكة لجميل، طبعا هذه الناقة الصغيرة هي لجميل، طبعا غضب وحصل خلاف بينهما، وهنا بدأت قصة حب جميل وبثينة، وأحب كل منهما الآخر، إلى أن توجه جميل إلى أهلها لخطبتها، إلا أنهم رفضوا طلبه بسبب ذكره بثينة في شعره، وهذا ما تحدثنا عنه سابقا مع قيس. ماذا قلنا عن قيس؟ قيس كان يتغزل أو يذكر ليلى في شعره، يتحدث عن حبه لها، فعندما توجه لخطبتها طلبها من والدها رفض، طبعا لأنه في ذلك الوقت من العادات والتقاليد في شبه الجزيرة العربية أو عند العرب في ذلك الوقت، لأنه طبعا يرفض أو يمنع، أن يمنع الوالد زواج ابنته من شاعر تغزل بها أو ذكرها في شعره. لذلك بما أن جميل تغزل أو تحدث عن بثينة في شعره، فرفض أيضا نفس الفكرة، صار مع جميل، صار مع قيس، فرفض أن يزوجه طبعا ابنته بثينة. فقد قال عن أول لقاء بينهما، وأول ما قاد المودة بيننا بواد بغيض يا بثينة، فيناديها يا بثينة، هون نوع من الدلع، حذف التاء المربوطة، سبابه، سباب يعني الكلام السيء، يعني هني شتموا بعضهم، فقلنا لها قولا فجاءت بمثله، لكل كلام يا بثينة جواب، يعني قال شتمها فأجابت بشتيمة مثلها. فيكون هنا جميل لكل كلام يا بثينة، يا بثينة جوابه. كما نلاحظ هون في عندي، طبعا هنا نقول يوجد بيتان مش أربع أبيات، لاحظنا بما يمتاز هذان البيتان. إذا أردت أن أتحدث عن صفات الشعر عند جميل من خلال هذين البيتين، ماذا أقول؟ هل الكلمات صعبة؟ لا، أكيد لا، الكلمات واضحة سهلة، يعني يسهل علينا فهمها، جميلة على السماء، يعني أنا عم بسمع كلمات ولكن مني شايفتها بشعة أني أسمعها. إذن هذا ما يمتاز به شعر جميل، يمتاز بالوضوح، نفهمه بسهولة، وهذا طبعا يختلف قليلا عن شعر قيس بن الملوح. شعر جميل بن معمر، نعم، أكمل القراءة يا دان. تعددت الأغراض الشعرية عند جميل بن معمر من فخر وهجاء، وإلا ديوانه يسخر بقصائد الغزل التي يتحدث فيها جميل عن حبه وأشجانه، أما قصائده فقد كانت تتراوح بين الطويلة والقصيرة، وتميزت لغته الشعرية
بألفاظ سهلة وتراكيب عذبة صافية. ابتدأت كل البعد عن التكلف، ومن المهم بمكان الإشارة إلى ما لجميل بثينة من منزلة عالية في الشعر العذري، فقد كان يعد زعيمه، إذ قدمه ابن كما سلام يعد زعيمه. إذ قدمه ابن سلام الجمحي صاحب صاحب الطبقات كتاب على الطبقات الشعراء. على الشعراء الغزليين جميعهم وذلك الإخلاص. لحظة شوي، شكرا يا دان. تعددت الأغراض الشعرية عند جميل بن معمر من فخر وهجاء. الفخر يعني الافتخار بالنفس، التحدث عن الصفات. الفخر يعني عندما الشاعر ينظم قصيدة يفتخر فيها بجماله، ببطولته، بنسبه إلى آخره. هجاء عندما ينظم قصيدة في هجاء الآخرين في التحدث عن الصفات السيئة عند الآخرين. والهجاء عكس المدح، ضد المدح. إلا أن ديوانه يسخر بقصائد الغزل التي يتحدث فيها جميل عن حب. يعني أغلب القصائد التي نظمها جميل، عفوا عمر، عفوا جميل، أغلب القصائد التي نظمها هي تنتمي إلى فن الغزل العذري. أما قصائده فكانت تتراوح بين الطويلة والقصيرة، وتميزت لغته الشعرية كما قلنا منذ قليل بألفاظ سهلة وتراكيب عذبة صافية. كما قلت بأن الكلمات عذبة صافية، يعني أنا عندما أسمعها لا أنزعج. ابتعدت كل البعد عن التكلف، التكلف يعني التصنع. ومن المهم بمكان الإشارة إلى ما لجميل بثينة من منزلة عالية في الشعر العذري، فقد كان يعد زعيمه. يعني جميل بن معمر هو زعيم الشعر العذري، الغزل العذري. إذ قدمه ابن سلام الجمحي، يعني هو كاتب ألف صاحب، هو صاحب الطبقات يعني مؤلف هذا الكتاب، على الشعراء الغزليين جميعهم وذلك لإخلاصه. كان مخلصا وفيا لمن؟ كان مخلصا وفيا لمن؟ جميل جميل كان مخلصا وفيا لمن؟ بوسينا حسينة. أين؟ وذلك لإخلاصه ووفائه وصدق مودته، كما جعله عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أشعر شعراء الجاهلية والإسلام. طبعا هو ولكن جميل ليس شاعرا من شعراء العصر الجاهلية. الإسلام اللي بيعتبره إنه يعني إذا أنا بدي أجي قارن بين الشعراء كلهم من ضمن الجاهلية والإسلام، الإسلام يعني هون طبعا أكيد، والعصر الأموي. يعني إذا أنا بدي أعمل مقارنة، هو أفضل من شعراء العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والعصر الأموي. يعني هو القائد، هو الزعيم عليهم كلهم. واضح؟ في عندي مروان بن الحكم اللي هو الخليفة أو الملك، يتوعد جميل بقطع لسانه. ليه؟ هذا ملك قال لجميل بأنني سوف أقطع لسانك، هدده بأنه حيقطع لسانه. لماذا؟ سوف نعرف. نعم يا راما، رام اقرأي. مروان بن الحكم، راما، راما اقرأي. يبدو أنه راما يا مش موجودة ورا الكاميرا، يا مش عم تقدر تسمعنا، أو مش عم تقدر تفتح الصوت. محمد سرحال أكمل القراءة. يلا يا مس. نعم أوكي، ارجع افتح الصوت من عندك محمد سرحال. أمس سمعتيني؟ هلا تفضل اقرأ. مروان بن الحكم يتوعد جميل بقطع لسانه. أكمل القراءة. لم يكتفي؟
أكمل يا محمد، لم يكتفي سينا وقد كان ذلك أمرا من المحظورات عند العرب، بل كان يواعدها ويلقاها سرا. تواعد أهل بسينا بسينا جميلا بسينا بسينا ومنعوها من لقائه، فما كان منه إلا أن هاجم، فوجدوا أن الحل لحظة شوية محمد سرحان. لم يكتفي جميل بنظم الأشعار في بسينا وقد كان ذلك أمرا من المحظورات عند العرب، بل كان يواعدها ويلقاها سرا. يعني جميل لم يكتفي بنظم القصائد في بسينا ويتحدث فيها، يعني يذكرها في شعره، وقد كان ذلك أمرا من المحظورات عند العرب، يعني عند العرب في ذلك الوقت يمنع على الشاعر أن يتحدث عن أي فتاة في شعره، بل كان يواعدها ويلقاها سرا، يعني ما اكتفى أنه يذكرها في شعره بل كان يذهب للقائها. فعند إذن توعد أهل بسينة جميلا ومنعوها من لقائه، هددوه قالوا على لعند بسينة وتشوفه، فما كان منه إلا أن هاجاهم. يعني تخيلوا جميل ماذا فعل، انه بدل ما يكون علاقته منيحه معهم لحتى يرضوا عنه قام بهجائهم، يعني نظم فيهم القصائد الهجائيه، يعني تحدث عنهم بسوء. فوجدوا ان الحل الامثل هو شكايه جميل الى مروان بن الحكم، يعني الى الملك او الخليفه، وقد كان انذاك عامل المدينه، يعني كان مروان بن الحكم قبل ان يصبح ملكا او خليفه كان يعني هو المسؤول عن المدينة. فتوعد مروان جميلا بقطع لسانه إن هو عاد إلى نظم الأشعار في بسينة. مروان بن الحكم هدد جميل وقال له إذا عدت إلى نظم الشعر في بسينة سوف أقطع لسانك. ماذا فعل عند إذن جميل؟ أكملي يا سميرة. سميرة سميرة راما، نعم يا راما. طيب خلينا نرجع. نور أكمل القراءة. غادر جميل قبيلته بعد ذلك خوفا من بطش أهل بثينة، لكنه ظل يتردد إلى عزلة بين الحين والآخر. إذن خوفا من بطش أهل بثينة وخوفا من أن يقطع لسانه، طبعا غادر جميل هذه القبيلة، وطبعا ذهب، يقال بأنه ذهب إلى مصر وهناك مات، يعني هو توفي في مصر. هذه طبعا نبذة عن حياة جميل بن معمر. في عنا قصيدة موجودة في الكتاب التي هي صرمت، بعنوان صرمت حبلي. هذه القصيدة موجودة في الكتاب لجميل. نبدأ الآن بقراءة صامتة لهذه القصيدة. كلنا نفتح صفحة 143. القصيدة صفحة 143. طبعا أي قصيدة تشرح مهمة جدا، يعني حتى لو شرح هذه القصيدة غير موجود في الكتاب نحن علينا أن نشرحها. صرمت حبلي. نعم محمود اقرأ. لقد فرح الواشون. لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي. صرمت حبلي بثانية أو بدأت لنا عن بثينة أو بدأ أو
وأبدت لنا جانب البخل، يقولون مهلا يا جميل، ولكنني لأقسم مالي عن بثينة من من مهل. مهل أحلام. لحظة شوي، شكرا. إذا هنا جميل يبدأ قصيدته بقوله: لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي بثينة أو أبدت لنا جانب البخل. لقد فرح الواشون، من هم الواشون؟ شو يعني الواشون؟ مفردها الواشي. قصده عن أهل البثينة؟ ممكن، ولكن شو يعني الواشي؟ الواشي هو الإنسان الذي يتحدث بسوء عن الآخر أو ينقل كلاما غير صادقا، يعني نحن بنقول واحد بيفطن علي بالعامية. فإذا الواشون، الواشي وشى في الكلام أي كذب فيه أو نقل كلاما خاطئا عن الآخر. طبعا الواشون هم أشخاص يكرهون جميل، وفرحوا كثيرا بعدما صرمت حبلي بثينة. ما معنى صرمت حبلي؟ يعني قطعت الود الذي كان بيني وبينها. صرمت حبلي يعني عادتني. قررت بثينة أن لا تتكلم مع جميل وأن تعاديه. فنظم هذه القصيدة جميل وقال: لقد فرح الواشون أن صرمت حبلي بثينة أو أبدت لنا جانب البخل. جانب البخل يعني صارت بخيلة باللقاء، لم تعد تريد أن تراني. يقولون مهلا يا جميل وإنني لأقسم مالي عن بثينة من مهلي. يقولون تمهل يعني ابتعد عنها، ولكن لا يستطيع أن يبتعد عنها. أحلما يسأل: فقبل اليوم كان أوانه أم أخشى فقبل اليوم أوعدت بالقتل. يعني هو يسأل، كان يعيش حلما قبل هذه اللحظة، ولكن الآن صار يخاف على نفسه من ماذا؟ مش فيك تعيد لان قطش صوتي؟ طيب، في من قبل كان يعيش حلما مع بثينة، والآن صار يخشى ويخاف. يخاف من ماذا؟ من أهلها. يخاف من القتل. طب أنت عندك أهله توعدوه بالقتل، والمسؤول في ذلك الزمن مروان بن الحكم هدده بأن يقطع لسانه إذا تحدث عنها في شعره، ولكن هل ارتدع؟ لم يرتدع. حتى رغم التهديد وبأن مروان هدده بأن يقطع لسانه، استمر في نظم الشعر في بثينة، ولكن طبعا ذهب إلى مصر، يعني وكأنه هرب إلى هناك. إذا ما تراجعنا الذي كان بيننا جرى الدمع من عيني بثينة بالكحل. يعني هي أيضا بثينة ليست سعيدة بما حصل، يعني هي أيضا حزينة وتبكي. أكمل القراءة يا دان. ولو تركت، ولو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن طلابها لما فات من عقلي، أراني لا ألقى تكفي. بثينة ولو مرة. تركت عقلي معي ما طلبتها، يعني لو هي بثينة خلت لي عقل براسي ما كنت رحت لعندها، ولكن طلبيها لما فات من عقلي، يعني أنا أطلبها لكي أستعيد عقلي. يعني هو أصبح مثل المجنون، مثل قيس. أراني لا ألقى بثينة مرة من الدهر إلا خائفا أو على رحلي. يعني في كل مرة يريد أن يلتقي بها كان يشعر بالخوف أو على رحلي، يعني بسرعة، لأنه إذا حدا شايف ممكن يقتله. واضح؟ محمد سرحال أكمل القراءة. أبيت مع الهلاك. يلا. أبيت مع الهلاك ضيفا لأهلها وأهلي كريم موسوعا موسوعون ذو فضل خليلي فيما عشتما هل رأيتما قتيلا أبيت مع بكى. الهلاك، لحظة شوي، ما تدمج البيت مع الآخر. أبيت مع الهلاك ضيفا لأهلها
وأهلي قريب موسعون ذو فضل. خليلي فيما عشتما، هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبل؟ أبيت يعني أنام مع الهلاك، مع الهلاك الموت يعني ربما أموت. ضيفا لأهلها وأهلي قريب موسعون ذو فضل، يعني هو أهله ذو فضل على القبيلة، يعني من عائلة كريمة، ولكن رغم ذلك هو معرض للهلاك والموت في أي لحظة. خليلي فيما عشتما، هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبل؟ خليلي يعني شو عندي أنا هون؟ يعني مثنى. خليلي، الخليل هو الصديق، خليلي مفردها خليل يعني الصديق، يعني خليلي صديقي فيما عشتما، هل رأيتما قتيلا بكى من حب قاتله قبل؟ هو قتيل، من الذي قتله؟ بثينة بثينة، هو في أبوها. نظره بثينة قتلته بحبها، يعني هو أصبح قتيلا. فهو يسأل صديقيه، خليلي فيما عشتما، هل رأيتما قتيلا، يعني أنا القتيل وأبكي على فراق من قتلتني. كلانا بكى أو كاد يبكي صبابة إلى إلفه واستعجلت عبرة قبلي، يعني كلانا بكى يعني جميل وبثينة، أو كاد يبكي صبابة. الصبابة ما هي الصبابة؟ هي حرارة الشوق. فإن وجدت نعل بأرض مظلة من الأرض يوما فاعلمي أنها نعلي. فإن وجدت نعل، ما هي النعل؟ ما هو النعل أساسا؟ مش يعني صباط؟ الحذاء، النعل هو الحذاء. بأرض مظلة، الأرض المظلة التي هي يظل الناس فيها طريقهم يضيعون، يعني إذا في يوم من الأيام وجد أحدهم أثر قدم في أرض، ويعني أرض مظلة، أرض يضيع فيها الإنسان، فاعلمي أنها نعلي، واعلمي أني أنا قد مت في هذه الصحراء وحيدا هاربا من الهلاك. فإن وجدت نعل بأرض مظلة من الأرض يوما فاعلمي أنها نعل، يعني هون المقصود فيها مش النعل الحذاء، هي آثار القدم. لأن الناس عندما يمشون في الصحراء على الرمال ماذا يحصل؟ ماذا يحصل عندما نسير على الرمال في الصحراء؟ شو هيبقى على الرمل؟ آثار القدمين. آثار الأقدام بتضل واضحة على الرمال. فعشان هيك كثير من أحيانا من إذا أردنا أن نتعقب، طبعا في الزمن القديم في الصحراء، إذا أردنا أن نتعقب شخصا تاه في الصحراء، نطلع على الأرض وين في آثار أقدام، وين في آثار أقدام على الرمال، نتبع هذه الآثار لكي نصل إلى الشخص الذي تاه في الصحراء. واضح؟ واضح. نكتب الآن على الدفتر. خلينا نبدأ لأنه كله حتكتبون هون على الدفتر. نكتب جميل بن معمر، صفحة جديدة، جميل بن معمر يعني جميل بوسينة، ونكتب سيرة حياة جميل بن عبد الله بن معمر. نبدأ الآن بالكتابة.
أنهينا الكتابة جميعا، أنهينا الكتابة. بقي معي بس دان ومحمد. طيب نتابع، نكتب أيضا، نتابع كتابة الجزء الثاني من حياة جميل.